احنا كده دخلنا تل ابيب يا باشا. الحمد لله على السلامة يا جمال بيه. الله يسلمك. محسن باسيولي مدير مكتب معالي السفير. اهلا وسهلا. سيادة السفير منتظر سعادتك. اتفضل يا فندم. اهلا اهلا جمال بيه. الحمد لله على السلامة. الله يسلم سعادتك. اتفضل استريح. ها؟ أعتقد الرحلة كانت مريحة، المسافة قريبة. ساعة، مش أكثر من ساعة. اتفضل. الحمد لله يا فندم. الحمد لله. إيه مالك؟ شكلك مجهد. في حاجة ضايقتك؟ لا يا فندم، لا. بس سعادتك عارف دي أول مرة أجي فيها هنا. يعني مسألة مش سهلة برضه يا فندم. الخلطة الأولانية سعادتك. ده كان نفس شعوري أول يوم استلمت عملي هنا في السفارة. إنما في الآخر إحنا بنأدي رسالتنا يا جمال. تمثيل مصر في أي مكان في العالم شرف وواجب وطني كبير، حتى لو كان في تل أبيب. وبالوقت هتاخد على الجو هنا. أنا عاوزك تستقر وترتاح عشان تستلم عملك فورا هنا. ناجي بيه عطا الله الملحق الإداري في السفارة هنا هيخلص لك كل أمورك الشخصية. راجل حبوب قوي، نشيط وذكي. أنا متأكد إنكم هتبقوا أصحاب. إن شاء الله يا فندم. هو سعادتك خارجية أصلاً ولا كان من هيئة الاستعلامات؟ لا ده ولا ده. كان ضابط جيش وتقاعد. وبقاله فترة هنا معانا في الخارجية. بس إيه؟ أثبت كفاءة عالية جداً. وعنده قاعدة علاقات هنا قوية جداً. والسفارة بتعتمد عليه في شؤون كتيرة. اتفضل. خير يا محسن، في إيه؟ لا يا فندم مفيش حاجة، بس اتكلم يا محسن. جمال بيه خلاص بقى واحد مننا. حاضر يا فندم. يا فندم النهارده 4 في الشهر، مفيش حد في السفاره قبض، المرتبات لسه ما جاتش. وايه الاخر المرتبات؟ ناجي بيه يا فندم، كل يوم يقول لنا بكره. يا فندم الناس عندها مصاريف كتير وايجارات. لا اكيد في حاجه. عموما ابعت لي ناجي بيه، انا عاوزه. حاضر يا فندم، بس يا فندم الاستاذ سراج الصحفي قاعد عنده في المكتب وكان عاوز حضرتك. اوكي، بعت لي ناجي بيه وبعدين سراج. حاضر يا فندم. يلا مع السلامه. بقول لك، مرة واحد يهودي راح فرنسا وتعرف على واحدة فرنسوية، قضى معاها ليلة واداها 50 يورو. تاني يوم قضى برضه ليلة واداها 50 يورو. تالت يوم برضه قضى الليلة واداها 50 يورو. رابع يوم برضه اداها 50 يورو. الولية انبسطت منه قوي، قالت له أنا حبيتك يهودي وكريم، 200 يورو كده مرة واحدة. وعلى فكرة أنا عمتي ساكنة عندكم في تل أبيب. قال لها ما هي اللي بعتها لك ال 200 يورو. ها؟ اوكي. اجد لخا بدي حارت ببقي شاها بار. لا لا لا، ما شاء الله يا ناجي باشا، ده انت بتتكلم العبري احسن منهم كمان. يلا استاذن انا بقى. ايه على فين؟
رايح أعمل حوار صحفي دلوقتي مع نتنياهو. أعوذ بالله، الراجل ده ما بينزليش من الزور، الله يكون في عونك. عارف أكتر حاجة عجباني فيك إيه يا ناجي بيه؟ إنك عارف الناس دي كويس قوي ومع ذلك بتعرف تتعامل معاهم. أنا بقالي 20 سنة باجي هنا أعمل حوارات وموضوعات صحفية للجورنال ومع ذلك مش قادر. نفس الخنقة اللي جاتني أول يوم وصلت فيه تل أبيب هي اللي جوايا بعد 20 سنة. أنت مش كان في جريدة هنا كانوا عايزينك تكتب فيها وعرضوا عليك مبلغ كبير؟ أيوة، جريدة معاريف. وعملت إيه معاهم؟ رفضت طبعا. رفضت ليه؟ أنا ضد التطبيح. ناجي بيه، بعد إذن سعادتك. إيه في إيه يا محسن؟ سيادة السفير عايز سعادتك. أنا عارف يا سيادة السفير، هتكلمني عن مرتبات. النهارده على آخر النهار كله هيكون قابض. أصل البنك هنا بعيد عنك. الفلوس تخش بمنتهى السهولة. تيجي تطلعها عقد الدنيا وشغلانات وإجراءات. أنا لولا قاعد على دماغهم كنا قبضنا كل شهرين. أوكي ناجي بيه، أوكي. أنا عاوز أعرفك على المستشار الإعلامي الجديد في السفارة. جمال بيه. جمال عبد الناصر. مين سعادتك؟ جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر هنا في تل أبيب؟ يا نهار أسود، وده داخل إزاي؟ طب السادات قلنا معقولة، إنما جمال عبد الناصر كمان؟ أهلاً جمال بيه. أهلاً بيك يا فندم. يا ترى المدام والأولاد جم معاك؟ لا يا فندم، أنا هقعد شوية لوحدي كده لحد ما آخد على الكوا، وبعدين أبعت أجيبهم. ناجي بيه، همتك معانا، عايزين جمال بيه يسكن جنب السفارة بقدر الإمكان. السمسار اللي احنا رايحين له ده اسمه روني بتال، عنده مكتب هنا بيشتغل مع السفارات، بس شغله مع السفارات كلها كوم وشغله معانا كوم تاني. ده سرحان فيه ايه؟ فكاه جمال بيه، فكاه. انت لسه قاعد 4 سنين، هتنكد على نفسك من دلوقتي؟ فاحنا ننكد على ابوه. فكاه فكاه. مستر ناجي. اهلا مستر ناجي. اسمع دي، بقول لك مره واحد يهودي قالوا له لو الدنيا بردت هتعمل ايه؟ قال لهم هقعد جنب الدفايه. قالوا له طب لو بردت اكتر؟ قال لهم هقرب اكتر من الدفايه. قالوا له طب لو بردت اكتر واكتر؟ قال لهم هلزق في الدفايه. قالوا له طب لو نزل تلج؟ قال لهم هشغل الدفايه بقى وامري لله. بص يا روني، مستر جمال يبقى ابن خالتي، عايز له احسن شقه في تل ابيب بس بسعر حنين. ازاي مستر ناجي احسن شقه في تل ابيب ويكون سعره حنين؟ لا تيجي ازاي دي يا راجل؟ ده انا جايب لك 30 زبون لغايه دلوقتي، لما اجي اقصدك في خدمه تطلع ندل كده؟ بلاش الشغل بتاعك ده. انت كل واحد تجيبه تقول ده ابن خالتي، ده ابن خالتي. انا اصل خالتي كانت ولاده، كانت بتولد توأم كل 9 اشهر. بقول لك ايه، ما تديله الشقه اللي قدامي. لا 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 لا، دي شقة غالية كتير. هتغلى عليا أنا برضه يا روني؟ ما تصغرنيش بقى قدام ابن خالتي. خلاص، أعمل لك خصم 5%، ده عشان خاطرك أنت بس. 5% ده خصم برضه؟ أنت بتقطع من لحمك الحياة يا راجل أنت. بلاش الشقة دي، شوف غيرها. لا، إحنا هناخد الشقة دي بقى، وحر ونار في جتتك. وما هتعقد. اسمي جمال بيبي الكامل ايه؟ جمال عبد الناصر. بيتلبشوا لما بيسمعوا اسمه. Thank you.
ده سوق الكرمل، كفي الشيء تلاقيه هنا. لو عايز اي حاجه ابعت السواق يجيب لك اللي انت عايزه. يلا. أدر ناجي، مسلم خا. سلام وفادة، ما نسمع. بسيدر بسيدر. وضبت الحاجة؟ كله جاهز. يسرع. خليه يحطوها في العربية. بامي كونيك. هنا بقى بيموتوا في ام كلثوم، يعني هتسمع ام كلثوم هنا اكتر مما تسمعها في مصر. انا اسف يا ناجي بيه، بس اسمح لي، هو الولد حط لك ايه في العربيه؟ انا شايف الموقف مريب. لا ده شويه جمبري وصايه كده. كل القلق ده عشان شويه جمبري؟ في حاجات ممنوعه في اسرائيل، ممنوعه منعا باتا، زي الجمبري والكابوريا والقراميط. اي حاجه تطلع من البحر ملهاش قشر، اللي هي الفلوس بتاعت السمك، تبقى محرمة حسب الشريعة اليهودية. طب وحضرتك جبته ازاي؟ الفلوس تمشي أي حاجة. إيه تاني ممنوع في إسرائيل يا نجيب؟ القمار. اللي بيتقفش بيلعب قمار تبقى جناية. قمار؟ حاجة غريبة أوي. ده كل نوادي القمار في العالم أصحابها يهود. اليهود بيلعبوا مع العالم كله. إنما ما يلعبوش مع بعض. الغاوي في يوم بيروح طابة يلعب هناك. أي بيروح شرم، في مراكب هناك خارج الحدود الإسرائيلية بيلعبوا فيها. ده مطعم وكوفي شوب كليوباترا. كليوباترا؟ صاحبه اسمه إيري مزراحي، يهودي مصري، ابوه مدفون في اسكندريه، بس راجل مسخره. تعال تعال. مستر ناجي. إلي. ازيك يا إلي؟ اخبارك ايه؟ تمام تمام. جمال بيه المستشار الاعلامي في السفاره عندنا، لسه جاي دلوقتي طازه. اهلا وسهلا جمال بيه. اهلا وسهلا. اصل هو لسه ما خدش على الجو. إلي مزراحي ده اسكندراني اسكندراني اسكندراني، كان ساكن هو وعيلته في المكس. دي صوره عيلته لما كانوا هناك، وامه مدفونه هناك في المكس. انا كنت بحب مصر كتير. أنا عشت في اسكندرية أيام حلوة أكتر من 50 سنة. أنا كنت بحبه سيما، أنا كنت بحبه ستيفان روستي، نجيب الريحاني، إسماعيل ياسين. كان أيام جميلة. إيه مستر ناجي؟ مستر ناجي، تعرف إن كان في ممثل يهودي كوميدي كوميدي كتير أهو اللي في الصورة ده. ده كان بيمثل مع توجو مزراحي اسمه شالوم. شالوم عارفه، كان دمه تقيل. مستر ناجي، هو اسماعيل ياسين مش عملتوا افلام جديده ليه؟ هو شغال مسلسلات دلوقتي. انا احبه وهو يقول مونولوج. انا حروخ. لا ما تروخش. عاوز اروخ. ما تروخش. فين الفول؟ فين الطعميه؟ فين الفجل؟ فين الكرات؟ لو كان ده شرط البهويه يحيى العدس 10 مرات. لا سيب عليك يا إلي. Thank you.
مش ينفع مستر ناجي، صدقني مش ينفع، ده يخالف الشريعة ويحط الأنا في مشكلة. انت عارف يا راجل ما تقولش كده، عيب. الله، الراجل ده ضيفي وانا عازم على الغدا، ما تصغرنيش بقى قدامه. الاسكندرانية ما عملوش كده يا مزراحي. انا مستعد اقدم لك اي حاجة، انا يعزم انت وصاحبك كمان على الغدا، بس مش يخالف شريعة. اسمع مولانا، الراجل ده اول يوم له في تل أبيب، معقول هاكله اكل من بتاعكم؟ دول شوية جمبري ما فيهاش حاجة يعني، هتشوهم ونخلص. يلا، أكل كشير يهودي يحرم أكل جمبري؟ ما أنت عارف. يبقى أكسر الطبق بعد ما ناكل، وأنا هحاسبك عليه. عيب بقى. أوكي أوكي مستر ناجي، بس تاكله بسرعة علشان أنا مش يتحط في مشاكل. يلا يا مزراحي، كان زماننا كلنا. يلا. حاضر حاضر. ايه رايك بقى في المطعم؟ تحس انك انت في مصر بالظبط. انا ليا سيطره جامده هنا، انا ساعات بخليهم يعملوا لي كشري مخصوص. انا مش قادر اصدق اللي انا شايفه بعيني وسامعه بودني يا نجيب. ايه؟ انا حاسس ان انا في كابوس بشع للدرجات. نسينا الخسه والوحشيه بتاعتهم، نسينا اولادنا واطفالنا واهالينا اللي راحوا ولسه بيروحوا في غزه وفلسطين، نسينا الأطفال اللي ماتوا قدام عينينا في بحر البقر بالسهولة دي. بتضحك مع ده وتهزر مع ده، إيه ده؟ ده أنت شيخ حرف تل أبيب يا راجل. جمال بيه، ساعات الظروف تخلي الواحد يعمل حاجات مش عايزها. أنا كان ممكن أقعد في البيت قافل عليا بابي، لا أكلم حد ولا أسلم على حد، واقع جوه أربع حيطان. إنما صدقني، لما تعرف عدوك أحسن ما تقعد تكلم نفسك، وده اللي هما بيعملوه واللي أنا بعمله. شايف البنت اللي قاعدة على راس الترابيزة دي هناك؟ دي هاني ألدن، يهودية من أصل سويسري، بتدرس في الجامعة العبرية. دي بتترجم أعمال طه حسين والعقاد وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ ويوسف إدريس. الناس دول طول عمرهم بيحاولوا يعرفوا احنا بنفكر ازاي، واحنا طول عمرنا ما حاولنا نعرف هما بيفكروا ازاي. حتى دي كمان تعرفها يا ناجي بيه؟ ايه؟ انت ناوي تنزل الانتخابات هنا ولا حاجه؟ ناجي رافي، انت ايه اللي جابك بدري؟ انت مزوغ من البنك ولا ايه؟ جمال بيه يقدمك رافي ديفيدوفيتش، ده اللي مصمم السيستم الامني بتاع بنك اليو ام اي، بس عبقري عبقري عبقري. طيب استاذنك يا ناجي. ازيك يا رافي؟ في على فين؟ يعني خلي السواق يوصلني الشقه، تعبان شويه. طب والغدا؟ معلش مره ثانيه، ماليش نفس. طب خليه يوصلك ويرجع لك. انت بقالك كتير استاذ محمد شغال هنا؟ 7 سنين يا بيه. مبسوط؟ هو في حد ينبسط هنا برضه يا بيه؟ هو احنا ايه اللي رمانا الرميه السودا ديت غير اكل العيش؟ ليك اصحاب؟ كل اللي شغالين في السفاره حبايبي. لا انا اقصد اصحاب من هنا يعني. اسرائيل يعني؟ اعوذ بالله، ربنا يحرجهم. طب ده لما حماس بتعمل عمليه ولا حاجه، ولا حزب الله يفرجع له صاروخ ولا صاروخين، بيبقى قلبي بيتنطط من الفرحة. أصل شوف يا سعادة البيه، الحكومات تقول اللي هي عاوزاه، والسياسيين كمان يعملوا اللي هم عاوزينه، لكن إحنا ناس غلابة
على الفطرة ليه؟ ما ناكلش من الكلام ده واصل. اللي في القلب في القلب يا باشا. يا بقولي انت ايه رأيك في ناجي بيه؟ مالك؟ ما ردتش ليه؟ بصراحة سعادة الباشا أنا ما نحبوش، وما فيش حد في السفارة كمان يحبه إلا سعادة السفير طبعا. ما تعملش في نفسك كده يا رافي، هم الستات كلهم كده. أنا حاسس إن أنا عايش في جحيم مش في ناجي. عيالت خلتني أكره حياتي وأتمنى الموت. ده معقول بقى انت تعمل سيستم للبنك ده كله مش عارف تعمل سيستم لمراتك؟ دي كتبت فيها تقارير بلغت عني الشبهات مش ناجي. بلغت عنك الامن العام ليه ده كله؟ ما هو انا مش فاهم. انا بعت البنك في سويسرا عايز اشتغل هناك وهم ردوا عليا موافقين، هي بقى مش عايزه تسيب اسرائيل. الله تقوم تبلغ عنك. اما وليه ناقصه صحيح انت اللي غلطان عشان ما دبحتش القط. انت لو كنت دبحت لها القطه كان زمانها بتتمسح تحت رجليه. اي والله اهلا اهلا دوريوسي. تشتي كافي؟ لو تودا اتا مي حابيس مشي هو ما تساتي يا تو رافي. مشلوم خيوسي لما أتايو شاف عمها إيش هزي ميزي رجعت الله ويديدي كلابي إيش زياش هربيدي بوريم فياني ميات لخشد له يشف إتو لما دايش هو مصري في جم مسلمي. تشمعي يوسي أنا ماليش علاقة لا بديانته ولا بجنسيته عشان تبقى فاهم. مش معرف إيه. أنا مش جاي أحكيك في السياسة. عيالت أجت عندي المكتب اليوم وقالت لي على كل اللي بتفكر فيه. أنا ما رضيتش أستدعيك. جيت لك بود عشان القرابة اللي بيني وبين مرتك. ايه ده مزراحي؟ انت دافن الجمبري جوه الرز؟ وطي صوتك مستر ناجي وكل بسرعه الله يخليك. مش ده يوسف كارمي بتاع الشباك اللي واقف مع رافي؟ ايوه. هو الامن العام بيحقق في القهوه الايام دي؟ لا اصل مستر يوسف كارمي ده يبقى قريب ايليت مرات رافي. عشان كده انا بدور على الجمبري مش لاقي. اوعى اكون كلته وانت بتشويه. ماليش دعوة، أنا ما كنتش يعرف هو طلب رز حط فيه الجمبري من غير أنا ما يشوفه. لو سمحت هو أحراي؟ لا ما هفهم حضرتك، أصل أنا كنت طالب سمكة بوري كبيرة فالسمكة البوري كانت واكلة جمبري فلقيت فيها الجمبري ده. الراجل معذور هيعمل إيه؟ يعني هيمنع السمك من أكل الجمبري؟ مش ممكن يعني، وبعدين ده راجل متدين.
نعرفي أني فرح زهرتي أطخا هربي بعمين في زوتي ها بعم ها أحرنا شأني مدبر إنخا ما بعم ها بقى إنقطني جدخا تسعاديم لو تعنين ما عسيتي تسحق أدون يتسحق لو يتسحق بو أنيها من أهل قال تشكح ما عسيتي ركبة حداش هزي نعدر تاميها عفوداش في عايمين افشار لدعت لما هايتي خلي أنا عارف إنك مريض وعارف كمان مرضك شو هو بالضبط القمار يا رافي ما هيك؟ أنت ما بتعرف إنه القمار ممنوع منعًا باطًا في إسرائيل؟ أنا بلعبش هنا أي حاجة تانية ما حدش له عندي أي حاجة خالص أنا عارف أنت بتلعب فين؟ هناك في البحر في المراكب اللي في البحر خارج حدود إسرائيل عارف يا رافي لو الشباب أخذ علم بأنه المسؤول عن أمن أكبر بنك في إسرائيل بيلعب قمار ومدمن عليه شو ممكن يكون موقفه معك؟ اسمع أدوني تسخاك أنا مش هستحمل منك إهانة بعد كده خالص أنا هستقيل هسيب لك البنك واسيب لك إسرائيل كلها هيك؟ بالبساطة هاي؟ أنت ناسي يا رافي إنك ساحب قرض من البنك لسه ما سددته؟ وعمرك ما حتعرف تسدده وانت مبتلي بهذا المرض مشكلتك يا رافي انت ويهود اوروبا الاشكنازيم انكم مفكرين انفسكم مفضلين على هذا البلد بكونكم مواطنين فيه وانتم مجرد هياكل ما لكم قيمه احنا اللي شلنا البلد هاي مخصوم منا 15 يوم وهذا اخر انذار تفضل زيداي زيداي نين أصلي زيداي رافي إيه في أنا مش قادر مسيو ناجي أنا خطأ ما بقيتش قادر خلاص مالك يا رافي نيم أصلي نيم أصلي إيه أنا أتهان من الحقير ده أنا مسيو ناجي ده أهله ما كانوش لاقيين يأكلوا يجي اليوم اللي واحد زي ده يوقفني قدامه وينزل فيا تحقير وإهانات السفر دي الواطي أنا بقيتش أستحمل يا مسيو ناجي مش قادر أنا كرهت حياتي ونفسي فعلاً أموت ما تعملش في نفسك كده يا رافي إيه يا ابن عمي وده جديد عليهم ما أنت عارفهم لا يهودي شرقي وأنت راجل متحضر جاي من أوروبا عامل لهم عقدة نقص والصاحب بقى لما ركب وبقى مدير البنك بيطلع عقده كلها عليك ده عايز يبلغ عني الأمن العام يا مسيو ناجي الشباك أعلى ما في خيله أركبه انت الراجل اللي كنت قاعد معاه في القهوه ده اللي مش شباك مش قريب مراتك خلاص يبقى الحكايه في بيتها ما هو انا لا مستريح لا في بيتي ولا في شغلي يا مسيو ناجي روى انت بس روى مستنيك بالليل شالوم في معادي بالظبط الساعة 4 ل 5 اهلا اهلا مستر ناجي انت دايما هيك تيجي في اخر ثانية ما هو اليوم لما يعدي الفايدة بتاعت المبلغ بتنزل في الحساب على طول هذه فايدة كلش بسيطة مستر ناجي ما تستاهل لا انا كده ازعل منك ما فيش حد اسرائيلي يقول كده هو المبلغ ده في اليومين اللي فاتوا يعمل فايدة قد ايه 235 شيكل شغلة فاضية حلوين مالهم أو 8 فنجان قهوة مستر ناجي أنت متأكد أني في أصول العيلة مالتك ماكو عرق يهودي؟ اتكاسف شالمرة قيعت الله تشرب قهوة مستر ناجي؟ بص بقى لو هتخصمها بالحساب بلاش لما لو من حسابك أنت مقبولة طعمايم كافي لا خلينا أنا زيادة معلش خليها عليك المرة دي بعم عم هربي سكر وانا برا لقيت رافي كده في مود وحش وعمال بيشتي هو اتخانق مع حد هو اتكلم معاك لا هو دريان بيقول ايه بس لو عمال يقول السفردي الواطي كلام زباله كده يعني الحقيقه كان بيشتم
هو اتخانق مع حد؟ لا هم كلهم هيك منفوخين على الفاضي. الاشكناز انت هتقول لي ما انا معاشرهم عليهم نار يا اخي تفع المراره. لو ايه فاهمين اللي هم يا ما هنا ما هناك والباقيين ولاد البطه السوداء. مش عارف انا الحكايه. ناجي القهوة بيها شاي؟ لا هو بس البن قليل شوية بس كويس عشان الضغط. مو عجبتك؟ لا هو بس السكر قليل بس كويس عشان السكر. أحسن بكتير. هو في الحقيقة مفيش قهوة خالص، مفيش غير شفطة واحدة بس كويس عشان تصلب الشرايين. مستر ناجي، أنت شو ناوي تساوي بعد ما تخلص مدتك في السفارة؟ ناوي اشتغل في البيزنس، انا اصلا احب الفلوس. احنا الاف اسرائيل؟ ان شاء الله. جميل. وشو ناوي تساوي؟ ناوي اسرع البنك ذا. ناجي القهوة بيها شاي؟ لا هو بس البن قليل شوية بس كويس عشان الضغط. مو عجبتك؟ لا هو بس السكر قليل بس كويس عشان السكر. أحسن بكتير. هو في الحقيقة مفيش قهوة خالص، مفيش غير شفطة واحدة بس كويس عشان تصلب الشرايين. مستر ناجي، أنت شو ناوي تساوي بعد ما تخلص مدتك في السفارة؟ ناوي اشتغل في البيزنس، انا اصلا احب الفلوس. احنا الاف اسرائيل؟ ان شاء الله. جميل. وشو ناوي تساوي؟ ناوي اسرع البنك ذا. ايه على طول كده جرس انذار. ده انا لسه بفكر. لا هذه التجربه بتاعت السيستم. مستر ناجي انت اوحيت لي فكره عظيمه. لازم يخترعوا الارم يضرب بمجرد ما حدا فكر يسرق البنك. تعملوا أبوها بعد كده نقرا في الجرايد القبض على 5 قاعدين في قهوة متلبسين بالتفكير في سرقة بنك. دول 150 ألف دولار؟ أيوة. أعدهم ولا إيه؟ أنا حمضي على وصف الاستلام. المثل بيقول لا تعد ورا يهودي. دول ناقصين ورقتين. لا مستحيل. زي ما بقول لك كده حطهم على الجهاز. مو معقول مستر ناجي، انت عبقري. شتتعارري إسرائيل، شتقوم بيت أرذامت ما عزيمو بعيدان حسريم بها بوليتيكا إيل هجعنو لسي شلها هالدردروت نسجنو مع الزاخد سداديت بلو كبانو شوم تمورا رقش يانو خييم تخت أيوم متميد شل تليها تيروريستي نسجنو مدروم لبنان וישראל איבדה את כבודה. תור הזהב שלנו היה עידן ההגנה ואצל והארגונים הלאומיים. נתנו להם לקחים קשים בדיר יאסין וכפר קאסם.
هرجنوا مهم ألفين مع سوها بوليتيكايين بأربعين هشانيم هأخروا نوت هم لوعة سوكلون رقبة تورين ذكنعة ومساء ومتان مشبيل هم متخننين جم لفتير على يهودا وشمرون خريكخ تشمدي إسرائيل ويشمد جم عماها جدول همار جموت بعلي تيفخ של 16 קילומטרים יפגעו באזרחינו במרכז הארץ גם בהרטסליה לא זה לא מקובל עלינו מוות לערבים מוות לפוליטיקאים השכוחים המושחתים מוות לאלה שרק אכפת להם לסוף כסף בלי התעניינות לאינטרס של ישראל زوت يوسي زوت هاني ألدن ستودنتيت بيونيفرسيتات تل أفيف بشنات هجمار مبي عني أنا إفشار لي هوتسي تعالت مي منا وما بيحس لا بشيلا هو عربي مسلمي أفال هاني يهودية أو مؤمنة بهالخا هيهوديت حييها بين هلي مودين لهافكانوت بالونيفرسيتا هافكانوت؟ لما؟ هاني ألدن دقمامي خبادت لدور هي حداش دور هاهت بكهوت أني رؤية שאפשר להפיק תועלת ממנה, אומרי עיונותיה. בסדר. בסדר, יוסי. נפגוש אותה. الو كين انا رف سارن يوسي كرمي مها شبك ما اتا روتسي انا روتسي لدبر كيتسات اتاخ تدبر لو درخ التليفون انا متسيا شتفوئي اتسلينو بمسرات زي زمون رشمي كمرات اهلا هاني اهلا وسهلا يا انت بتتكلم عربي كويس اهو من عشرة الكم وحافظ امثال كمان احنا بدنا نحكي معك شوي بخصوص الكلام اللي قلتيه في الندوه بالجامعه انا بقول اللي مؤمنه بيه وما بيهمنيش حد لكن انت بكلامك هاد اساتي للقياده الاسرائيليه والحكومه مستاء كثير من كلامك طز في الحكومة الإسرائيلية عملت إيه الحكومة الإسرائيلية وأعدائنا عمالين يسلحوا نفسهم بصواريخ سكود وبإم 600
وعمالين يعملوا منظومات دفاع جوي ويطوروا فيها عشان ما فيش طيارة إسرائيلية تطلع بره. احنا كل حروباتنا الأخيرة انهزمات. عملنا ايه بالسلام اللي قبلنا بيه؟ ما أخدناش منه ولا أي حاجة ولا حتى الأمان، وجايين دلوقتي تقولوا لي حكومة؟ طز بقى في الحكومة. اسمعيني يا هاني، انت برأيك شو ممكن يكون الحل؟ شو ممكن إسرائيل تعمله؟ الحل؟ الحل الوحيد إن إحنا لازم نواجه السلاح الرادع اللي كل القوى اللي حوالينا عمال مواجهينه ناحيتنا. يعني اجتياح لبنان، يعني اجتياح لبنان بالكامل وبأي طريقة. لازم ميدان المعركة ينتقل من هنا لهناك. أوكي أوكي هاني، اسمعيني منيح، انت هاي اخر سنة عندك بالجامعة، بعدين نحن بدنا اياكي تشتغلي عنا هون هون بالشبك. شو هاي؟ خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض إسرائيل للمصالحة الفلسطينية، وأضاف بأنه سيسعى لإقناع ألو. أيوة حبيبتي. لا أنا إيه؟ يا ريت، أنا بنامش خالص، أنا ما غمضتش عيني لحظة واحدة. خالد قام؟ آه خرج؟ طيب يا حبيبتي خدي بالك من نفسك. مش عارف، أنا قلبي مقبوض من ساعة ما جيت هنا، أنا عايز أرجع مصر، يجيبوا حد غيري. أنا بكرة أكلم سيادة السفير. ايوه ايوه عارف عارف، ان شاء الله ان شاء الله. طيب يا حبيبتي خدي بالك من نفسك، يلا بألف سلامة يا حبيبتي، مع السلامة، باي باي.
الآن أعطاه لأخرى فيه. يندبر يا إيرت، يندبر. أنا لي راتسون لتشون. أمرتي لأتميت سياهو تسار. إنشون كتسا دافير. لما أطلو قيحيتها حليفة. لا أنا قلت أتمشى حوالي البيت يعني جايز دا يساعدني إن أنا نايم يعني. أطاو فادة على إيرافي. أطاو ليخ لهمير. بيت عبيد متكسف تشلانو. أنا فين؟ اللانش اللي بيودي على المركب طلع خلاص. يعني هروح عرض البحر إزاي؟ بسخية؟ عوم يعني؟ رافي بأمرك تقعد بالبيت. أنا مش مسجونة يا ولد ولا متحددة إقامتي. هخرج زي ما أنا عايز ومحدش يقدر يمنعني. أني عفرتي تشايف إنتي ما بعيد. وأنا قلت لك هخرج يعني هخرج. رافي تحكي. تحكي رافي. نرمس يا ولد. رافي. نرمس. أني عفرتي تحكي. رافي. عصتي. الو يوسي رافي اتساكي دي لهمير عود بام بفكشا يوسي داسي ماشي هو اني ليو دعت لانو هلاخ لهمير جمال بيه ايه خير؟ ايه اللي مصحيك لغايه دلوقتي؟ ما نمتش ليه؟ قلقان شويه ناجي بيه. اسمح لي ادردش معاك شويه؟ اتفضل اتفضل. اتفضل. ايه ده ناجي؟ لا ده اصل انا ساعات احب اقعد اتسلم مع نفسي كده يعني زي ما تقول شويه تفاريح كده. وحضرتك مستني حد يا نجيب؟ لا 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 انا كنت داخل انام حد. اتفضل اتفضل. انا اسف اني جيت لك في الوقت المتاخر ده. لا لا مفيش حاجه. بس انا عاوز اتكلم ومفيش حد ممكن اتكلم معاه هنا غيرك. تسمع كلامي؟ أنا هديك حباية منومة تاخدها وتنام وتصحى الصبح نتكلم أنا وأنت وإحنا فايقين ورايقين. ها؟ أنا من مواليد 23 يوليو 1959 يعني بعد كام يوم هكمل 50 سنة. ده إحنا قربنا أهو. كل سنة وأنت طيب. والدي كان في الجيش ضابط في الجيش المصري. ولما جيت يوم 23 يوليو سموني جمال عبد الناصر. اسمه مركب. يعني اسم حضرتك لوحده جمال عبد الناصر. اوعى تكون الولد اسمه محمد نجيب. كنا عايشين في السويس في بورت توفيق. فجأة وانا لسه عندي 7 سنين لقيت القنابل والدنات نازلة زي المطر فوق الناس والبيوت. عمالة تقتل وتدمر. وتخرب في أماكن عشت فيها أجمل أيام طفولتي. ولسه وأنا طفل صغير أول مرة سمعت فيها كلمة التهجير. سيبنا بيوتنا جيراننا وأصحابنا وحبايبنا وهجرنا على مصر. وعرفت إن السبب وراء الخراب والدمار والشحطاطة دي كلها عدو سافل غاشم اسمه العدو الصهيوني. وكرهت الصهاينة كره العمى. ربنا يحرقهم بجهاز يا شيخ. انت مش هتنام بقى جمال بيه؟ في 73 ابويا كان بيحارب في السويس في الحصار. وعبرنا وانتصرنا ورجعنا كرامتنا وارضنا. طبعا ده احنا اديناهم بالجزمة على قفاهم. انت مش هتنام؟ ابويا الله يرحمه استشهد في الحرب. يا أخي حتى الانتصار
كان كله مرارة وحزن على أبويا اللي راح، وكرهت الصهاينة بعد كده أكتر وأكتر. جمال بيه، وإحنا هنحكي تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي في ليلة واحدة، ما تيجي ننام والصبح نبقى نكمل الموضوع على رواقة يعني. يلا. أنا اللي قلقني يا ناجي بيه، إزاي أنا هنا؟ وإزاي أنت هنا؟ وإزاي أنا نايم في مكان ساكن فوقي واحد إسرائيلي وتحتي واحد إسرائيلي؟ ما تنساش إن أنت ساكن قدام واحد مصري برضه، ها؟ جمال بيه، إحنا جايين بنأدي واجبنا. مصر هي اللي جايبانا. إحنا مش جايين من نفسينا ولا كنا عايزين نيجي. بص، الحياة عاملة زي ماتش الكورة. الكوتش قال لك تلعب باك، تلعب باك. ما ينفعش كل واحد يلعب على قد تفكيره وعلى مزاجه. دي أدوار في الحياة ومكتوب علينا نلعبها. فهمتني؟ فهمتك يا نجيب. أنا حاسس باللي جواك، بس الأيام هتخليك تعرف اللي أنا بقوله صح. يلا بينا. في حد جاي لك يا نجيب؟ لا، ده ناس جاي لي كده عشان موضوع يعني. إسرائيليين ولا إيه؟ هما الليبيين. أنت ناس اللي إحنا في تل أبيب. أنت بتسمح لهم يخشوا بيتك كمان؟ الموضوع ده ما يتحسمش على الباب هنا. روح نام وبكره الصبح هنكمل الموضوع ده. سلام. سلام شو ناجي. سلام. ما كلمتونيش ليه قبل ما تيجوا؟ ادينا لك رنة يا نجيبي. رنة؟ أعوذ بالله، مفيش منك فايدة. تعرفوا الراجل ده بيته لما اتحرق ادى مطافي رنة. ردوا عليه قال لهم الحقوني بيتي بيتحرق. رد عليه مدير المطافي قال له أنت فتحت عليا ليه؟ اقعد. إيه؟ برضه مش هتلعب معانا يا نجيبي؟ لا يا ابن عمي، أنا قلبي ضعيف، لو خسرت بولة أروح فيها. يمكن تكسب. لا 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 لا، اكسب مين؟ لا لا لا، انا اتفرج بس، افرح للكسبان وازعل للخسران. ما انت بتاخد على المية عشرة. شوف السمسار بيقول ايه؟ بصص لي في لقمة العيش، ما انت عايش على كده. وانت بتعتق. يا رافي، خسرت برضه، ها؟ بقالك مدة بتخسر. معلش يا جماعة، أنا آسف، أنا واضح إن أنا فقدت تركيزي تماما. سوناجي، ألاقي معاك 5000 شيكل سلف. عارف انا ما تاخرش عليك يعني يا رافي، بس كده المبلغ اللي عليك جامد، هسدده ازاي؟ ما انا هسدد المسيو ناجي، انا فقت وهبتدي اكسب، هسدد. طيب انا هخش اجيب لك الفلوس من جوه، بس اكتب لي شيك. حاضر. ها؟ وخانه التاريخ خليها فاضيه، انا حاملاها. اوكي. خانه المبلغ اكتبه 5500. ده باركينج، دي هتبقى فلوس وافة. اوكي بسيولي، اوكي حاضر. ميرسي بوكو.
مين اللي جاي دلوقتي يا مستر ناجي؟ ده يكون جمال بيه، مع العلم هو قايل انه هينام. ده الضابط بتاع الشباك اللي كنت واقف معاه الصبح يا رافي. يوسف كرمي؟ ايه اللي جابه انت تعرفه؟ ولا عمري كلمته. أنا الرائد يوسي كرمي من الشباك. خير؟ رافي دافيدوفيتش عندك؟ أيوه عندي، في حاجة؟ تسمح أدخل؟ بصفتك إيه؟ بصفتي صديق مش أكتر. هو رافي قريبي وكنت عايزه في مسألة شخصية. قريبك تكلمه في التليفون، تروح له البيت، إنما تطب عليا كده من غير إحم ولا تستور لا. أنا راجل دبلوماسي وأنا حوصل اللي أنت عملته ده لفوق وحكبر الموضوع ده ومش هسكت عليه. أرجوك اهدأ يا ناجي بيه. أنا مش عايز رافي بس، أنا عايزك أنت كمان. عايزني في إيه إن شاء الله؟ عندي بعض الاستفسارات البسيطة. استفسارات؟ أنا أي استفسارات تتوجه لي يبقى عن طريق الخارجية المصرية، هي بس اللي تخاطبني مش أنتوا. كده برضو صحوا الناس؟ مفيش حاجة جمال بيه، دي بلاوي بتتحدف علينا. ده جمال عبد الناصر المستشار الإعلامي في السفارة المصرية، هو ده اللي هيفضحكوا ويجرسكوا في العالم كله. والله يا سيادة السفير بهدلته وصوتي عالي عليه والعمارة كلها صحي، عملت له فضيحة. أنا أصلا عارف العالم دي كويس، ما بقولش إلا بالطريقة دي. ده بعت لنا اعتذار رسمي عن تصرف الضابط ده. قال هو ايه اللي كان جابه عندك؟ قال ايه؟ جاي يدور على واحد قريبه. وقريبه ده كان عندك؟ اه كان عندي هو شويه ناس كده. كانوا بيعملوا ايه في الساعه دي؟ شوف سياده السفير، انا ملحق اداري، اخلص حاجات، اعمل تشيلات لحاجات. لو ما عملتش علاقات واسعه مع العالم اللي هنا الشغل هيقف، مش هنعرف نخلص حاجه. طب بالمناسبه احتفالات ثورة يوليو كمان كام يوم وهنعملها زي كل سنة في اوتيل دانيال في هارسيليا. خلي بالك الرئيس بتاعهم ورئيس الوزراء هيحضروا زي كل سنة. اطمن سيادة السفير، انا مرتب كل حاجة. اني لوميدين اختلفت بيلي هرقوت لبيت شيلها ايش هزي بشاعة احد احري حدسوت اتجرمت لانو مبوخة جدولا ادوني. أني بطوع شناجي هطلع متخنين لما شهو حمور هو يفي لأسونوت رابين على ما أنت مستميخ مها عرختها استمتي حوشا استمتي حوشا لفيها دي فحيم يشلاقيش يحسيم توفيم عم كلام أم كراب مئود لخلام مقراف يوتر مداي أدوني. لو لو يوسي زي حشاد ميوتا سنقاتخا لمصريين ولمصريين لو تسريحة ليهوفيل أوتخا بغفودا. يوسي نحن عوزين بطحون لو بوليتيكا لو بوليتيكا أنشيها التحزور على الماشي عسيتا هشاكليروت همين ستريت تحقوق بمهابيخة يولي باش افوح حبا في تل أفيب سي همدينا في هساريم يشتتفو بحقيقة
في ام همتسريم يعلو ات معسيخة متسافينو يهي قش ترشي لي أدوني لما نحن حقيقين ات مع بختم أنو حقيقين بناصر شهايار وتسي لزرق ات إسرائيل في عام شلانو بيام زهو محير هشالوم شي مشلمت إسرائيل فيها أمة يحسين لشجررينو بكهير بأوتانيما أتا حزير لبوليتيكا عود بعام يوسي أنو هزكمنو شلو إخبات لانو يوسي أني نفكيش شتازير إتناجي أطلع مهاتو داعش الخا هبكي شهل ستا اسمع يا شمعون ربنا يعرفوه بالعقل انا السنه اللي فاتت ماجر منك القاعه الرئيسيه ب 10000 شيكل المره دي عايز 25000 ليه بقى مريت ازاي يعني وبعدين انا ورايا ناس بتراجع شمعون ادو الناجي انت كل سنه اهجز مني الحفله للاوتيل يجي الامن قبلك باسبوع وامن يعني ما فيش ولا شيكل ادخل الاوتيل ودي خساره كبيره ادو الناجي دي مشكله الامن بقى ملناش دعوه بيها وبعدين حد قال الحكومه الاسرائيليه كلها تيجي قول لهم انت ما يجوش اسمع ادو الناجي ايه رايك الاوتيل اعمل لك الحفله واعمل البوفيه وانت يدفع 25000 شيكل بس لا 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 الا الاكل انا متفق مع ناس تاني عليه انت صعب كتير ادو الناجي الواحد مش عارف اوصل معاك لاتفاق ابدا اسمع يا شمعون يا اما تديني ورقه ان الاوتيل مش جاهز يعمل الحفله يا اما تاخد العشر بواكي وتسكت قلت ايه بستر بستر ادم بستر شوف مستر ناجي تامين اي مبنى ومنشاه مهمه بيتم على مرحلتين تامين خارجي ده بقى شغل الامن والسلاح القوات العسكريه يعني تامين بشري وتامين داخلي يعني زي كاميرات المراقبه واجهزه الانذار والانفراد دي بقى شغلتي انا ده كمان بسيط بالمقارنه للسيستم اللي انا عامله للبنك انتوا ليله وتعدي يعني بسهوله الموضوع بسيط يعني انما تامين الدائم ده مش في ناجي قصه تانيه خالص شوف اي حد احاول يدخل او يخرج من البنك من غير المكان المتفق عليه هتقابله اشعه من الليزر وممكن تحرقه ويتفحم في الثالث ثواني يخرب بيتك الرافي ده انت عبقري يعني كده بقى انا مطمن على الفلوس بتاعتي اللي جوه البنك عندكم ها اسمع يا دون ناجي لو حد مثلا لبس طاقيه الاخفاء وبقى فيزيبل ودخل البنك برضه مش هيعرف يوصل الفلوس دي ابدا لا العظيم انت خسارة خسارة في العالم دي بعيدش همتريين متيخسين لشجريري إسرائيل بكهير كأنه هو عخبار متسرع هم خجوجين بمخبخة يونو بيبو ترابيف بهم مشلاها مصريخة خجيجة التام זאת היא המנטליות, השכוחה, והבחדנית השולטת בנו. אתם שרי ממשלת ישראל חוגגים במחבכת יולי, שמטמתה שמאז ומתמיד הייתה השמדתנו וחיסולנו. מוות לערבים! שגריר מצרים! שגריר מצרים! שגריר מצרים! שגריר מצרים! ביטול אוכליה! 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 ביטול אוכליה!
انت عايز تقول ايه يا جمال؟ عمال تلف وتدور، ما تقول اللي جواك كده على طول يا فندم. انا شايف ان اقامه الحفل في الوقت ده بالذات هيثير الراي العام. يعني حضرتك لو خدنا قرار بالغاء الحفل اعتقد ان ده هيكون له اثر كويس جدا في الشارع. انهي راي وانهي شارع يا جمال بيه؟ الشارع المصري يا فندم. ما هو الراي العام هنا في اسرائيل ضد اقامه الحفل كمان، وفي مظاهرات طلعت في تل ابيب بتنادي بمقاطعه الحفل. مش ممكن ده يتفهم ان احنا ضعفنا او استسلمنا لضغط الشارع الاسرائيلي هنا؟ لا يا فندم، سعادتك القاده الاسرائيليين اللي جايين الحفله دول كلهم مجرمين حرب وعملوا مجازر وحشيه. مجرد ان احنا ندعوهم على حفله في السفاره ونقعد معاهم في مكان واحد، ده في حد ذاته نكسه اكبر من نكسه 67 يا فندم. هو احنا بنحتفل بعيد ميلاد دوله اسرائيل؟ احنا بنحتفل بثورتنا، ثوره شوليا. وبعدين انت بتكلمني كاني بعيد عن الشان الوطني، وانت اللي بتمثل الراي الوطني يا فندم. لا يا جمال، انا هنا في المكان ده عشان مصر اللي مصلحتها عندي فوق كل اعتبار، والحفله هتتعمل في ميعادها يوم 23، وعلم مصر هيرتفع في تل ابيب. مصر كبيره يا جمال، اكبر واهم دوله في المنطقه، مضي عقود واتفاقات محترمه على اعلى مستوى، وبلد كبيره زي دي ما بتاخدش قرارات انفعاليه لحظيه. وبصراحه انا مندهش ان كلام زي ده يطلع من دبلوماسي، المفروض ان اراؤه اكثر حكمه من كده. صباح الخير يا استاذ سفير. صباح الخير يا نجم. ايه، هو انا جيت في اجتماع مغلق ولا حاجه؟ على العموم انا جاي اطمن سعادتك، اجراءات الحفله تمت كلها. البوفيه هيكون على الطريقه المصريه، فول وطعميه وكشري وبتنجان. وفي حاجه يا استاذ سفير؟ بعد اذن سعادتك يا استاذ سفير. اتفضل يا جمال، انا عاوزك تفكر كويس قوي في الكلام اللي انا قلته لك. حاضر يا فندم، حاضر. وجمال بماله؟ لا ابدا، الظاهر لسه ما خدش على الجو هنا، يا ريت تكلمه. حاضر. نعزوفه هارتس ليان رافي اطهش تقعده نعزوفه يا اسرائيل زوتها بكده اخي جيدولا اطبي فدايل وسام ليف لي ماشي عطا عمر لما بانوا هنا عيلت زوت هارتس شلانو بتصريخ لهيتشاير بعدش نموت. موجودين اهو، لكن عايشين؟ لا، بلدنا قد كده يا قالت راس دبوس على الخريطه. يعني اسرائيل اصغر من ولايه نيوجيرسي. لو ايه؟ محاطين بشويه جيران بيكرهونا ومش طايقنا وعندهم استعدادهم ممكن يقضوا علينا في اي لحظه. ما انت شايفه اي حاجه بتحصل حوالينا بنرتجف ونموت من خوف. اي رئيس من الدول المجاوره دي لو قال خطاب بترفع عندنا حاله استعداد القصوى والتوتر يزيد بقى كاننا هيقضوا علينا دلوقتي. ما هو خلاص يا عيالت، هنا مفيش اي هامش للامان صدقيني. اسمع رفي، الكلام اللي بتحكيه هيدا خطير، بس انا بعديه بس لانك شربان، فاهم؟ شربان ومش بوعيك. لا بقى يا عيالت، انا عمري ما ببقى في وعي الا وانا شارب. وعموما لو عايزه تكتبي فيا تقارير للشباك اكتبي، اكتبي اللي انت عايزاه. اقول لك، قولي لهم رافي دافيدوفيتش شايف ان المجتمع الاسرائيلي مجتمع عنصري وفاشي وعدواني وفظ ومكتوم ومرتجف ومكتئب. اميوسي كارمي شوميا اوتخا هو يا سيمو اوتخا باكل ام شوميا اوتي. ليه؟ هو مش سامعني دلوقتي؟ ده انا حتى بتهيالي لما بخلص كلام هلاقيه خرج من تحت سريره وخرج من جوه الدولاب. اطها صوفي شافيل اوكشي اطا ساكور تحفوخ لي ادم عجوم وبالسين اسبال. تمشي تروح فين يا جمال بيه؟ تسيبي السفارة ازاي؟ انت بس الظاهر منفعل شوية. اهدى كده وصلى على النبي. عليه الصلاة والسلام. أنا عايز أعرف هناك بيه، أنا جاي هنا ليه؟ أنت جاي هنا بتأدي وبك، جاي تشتغل. اشتغل مع مين يا ناجي بيه؟ مع شوية همج؟ نازلين ضرب وقتل في المدنيين العزل والأطفال وتقول لي اشتغل؟ ازاي اعزمهم على حفلة؟ هستقبلهم بأي وش؟ ازاي اسلم عليهم وايديهم لسه دمنا فيها؟ ازاي يا ناجي بيه؟ شوف يا كمال بيه، معلش تسمح لي، يعني أنا أكتر منك خبرة. السياسة ما فيهاش مواقف ثابتة، الشيء الوحيد الثابت هو قناعتك انت الشخصيه
انك تشتغل وما تقصرش. بص، اسرائيل دي كيان صغير قد كده، احنا اللي كبرناها وعملنا منها هاله كبيره. انا عشت مع الناس دي وعشرتهم كويس. الموقف اسرائيل على رجليها فكره التحدي والمواجهه مع الشعوب العربيه. انا مش قادر افهم انا جبيه، حضرتك متصور ان احنا لو طبعنا العلاقات معاهم وتعاملنا معاهم بكل ود اسرائيل دي هتقع؟ اوعى تكون فاكر ان المعركه اللي جايه معركه الصواريخ والدبابات. لا، المعركه اللي جايه معركه نفسيه وحضاره واقتصاد. اللي هيشتغل اكتر هو اللي هينتصر في الاخر. والناس اللي قدموا حياتهم وارواحهم في الحروب اللي بيننا وبينهم، الشهداء يا ناجي بيه، ننساهم؟ مين قال ننساهم؟ احنا مكملين بس بطريقتنا، وكل وقت له أدانة يا جمال بيه. مواجهة السلام أقوى من مواجهة الحرب. اوعى تكون فاكر إن المعركة اللي جاية معركة الصواريخ والدبابات. لا، المعركة اللي جاية معركة نفسية وحضارة واقتصاد. اللي هيشتغل أكتر هو اللي هينتصر في الآخر. والناس اللي قدموا حياتهم وأرواحهم في الحروب اللي بيننا وبينهم، الشهداء يا ناجي بيه، ننساهم؟ مين قال ننساهم؟ احنا مكملين بس بطريقتنا، وكل وقت له أدانة يا جمال بيه. مواجهة السلام أقوى من مواجهة الحرب. هيتنكشوت بحياف شنصارة طياروتها إسرائيلي راح بعمز إيفي بحضروه ببيتا ملون اتسبع مأشيما مفنيت كلابي كمان مهبلجيم هتوريستمها فلسطيني شي قاف مهين عضاين لوك بيل علاوتها أحرموت لرتصح. أنا قاعد يا مزرعه يا أخويا في البيت وفجأة سمعت طلقات رصاص تخرم الود، مع العلم شوفش إيتي فين والأوتيل فين. هم مش الله خيفت لهجين على المشكرة بتصورة أليمة في كشا أخيرت يعزفو إتهاشلتون داي ليش خيطوت في شعر وليوت نم أصلانو هبجعاه هبجعاه تل أبيب. إهدي إهدي يا هاني يا حبيبتي، خليك محضر خير. إهدي يا ماما. أرجوك مستر نيك، اللي حصل ده كارثة، ولو ما كانش رد مناسب وقوي هيتكرر بصورة أفظع وأبشع مليون مرة. ما هو من عمايلكم يا ماما، عمالين تبنوا مستوطنات وعمالين تفتروا على العالم، عشان كده محدش طايقكم. دي أرضنا مستر ناجي، أرضنا اللي مكتوبة لشعبنا في التوراة. والجولان رهرة كانت مكتوبة في التوراة؟ ده أنتوا حرامين. مستر ناجي، أرجوك تحافظ على ألفاظك وتتكلم كويس. إيه يا بنت أنتِ؟ أنت هتعلميني إزاي أتكلم؟ أرجوكم أرجوكم يا جماعة نهدى. عيب هاني، مستر ناجي زي والدك. وبعدين التحقيق شغال. محدش عارف مين قتل الوزير. مفيش غيرهم، الارهابيين الفلسطينيين هم اللي عملوا كده وده اسلوبهم. انت هترموا بلاكوا على الناس؟ الله، مش يمكن الراجل كان معاه موزه وهو في الاوتيل جوزها عرف جه خلص عليه؟ بتحصل. مش بيحصل برضه ده يا مزرعي؟ بتحصل بتحصل مستر ناجي. انا شفت ده فيلم من افلام فريد الاطرش. اه، فيلم ودع عواد لما كانت مراته زوزو شكيب. مستر ناجي انا مش بهزر، ارجوك انا بتكلم جد. بتهدي بقى امال، بكل يوم في العالم في وزير بيغتال. انتوا يعني لوزيركم على راسه ريشه؟ انت مستر ناجي مش هتضايق لو وزير مصر اختلوه؟ لا، احنا عندنا الوزير حاجه تانية. الوزير بيمشي فيه وراح راسه تحتل تل ابيب، انما انتوا عندكم الوزير يمشي ايد ورا وايد قدام مريح. انتوا خايبين. كتير عصبيه هاني دي، بس كتير هي بيحب بلده كمان. قول لها بس تشيل مصر من دماغها. معلش مستر ناجي، ده لسه شباب صغير، إسرائيل كله بيحب مصر. عارف مستر ناجي لما سادات جاء هنا عشان سلام هنا في تل أبيب كلنا خرجنا عشان نستقبله. أنا كان يمسك علم مصر بإيد، هو بصلي وضحكلي كده وعدل سنبه كده. أنا افتكرته كويس. وهنا أخبار ما إيه مزرعي؟ أخبار إيه مستر ناجي؟ لا، هنستعبط الفلوس ال 120 ألف دولار اللي انت واخدهم عشان تجدد بيهم المحل وترواه وتغير ديكوراته، واديك شايف الزباين بقوا فوق بعض. 100 ألف دولار بس نجيبيه،
انت اتاخرت 6 اشهر. 20% في 6 اشهر كتير كتير مستر ناجي. اسمع مزرعه، انا ما احبش الملاوعه. احنا اتفقنا كان كده من الاول، الا الفلوس. انت وعدك في تل ابيب خسر اخلاقك كتير مستر ناجي. ما انا عاشر الام يا مزرعي. امتى؟ الاسبوع الجاي يكونوا عندك. لا 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 لا، الكلام ده ما ينفعنيش. الاسبوع الجاي يعني يوم ايه والساعة كام؟ يوم الاثنين الساعة 2. كويس؟ ها؟ انا افتكرت اغنية عبد الوهاب وهو بيغني، عمري ما حنسى يوم الاثنين، يوم ما تقابلنا احنا الاثنين. انا بقى مش هنساه، ويا ريت انت كمان ما تنساهوش. ها؟ شكلك كده عايز حاجه. ما انا بقيت بنك التسليم بتاعكم. تعال. انا لازم اروح الكازينو فورا. كده كتير يا رف، كتير. المبلغ اللي عليك ده كبير. هسددهم ازاي؟ هسدد مسؤولك يا حسد. مسؤولك حسد. خد دول 2000 دولار هم اللي معايا، مفيش غيرهم. كويس كويس. ها؟ ميرسي بوكو مسيكي. ميرسي يا فيني. بس تعالى راح فين؟ اكتب لي شيك بالمبلغ. اه طبعا فور فور. ميرسي بوكو مسيكي. ميرسي. Thank you.
ايوه ماما، ايوه ماما. طب اهدي اهدي اهدي، في ايه؟ ايه كريم قبض عليه؟ طب هو في اسم ايه دلوقتي؟ امن الدوله. طيب طيب طيب، انا هتصرف. يلا مع السلامه. ما تخلص يالا، ما ترميش معاك انت اسمك ايه؟ يا باشا انت ليه حاقد في نفسك كده؟ خدامك عبد الجليل، لا مؤاخذة من الدويقة. الدويقة؟ كنت بتعمل ايه بقى عند الجامعة؟ شغل. وركس. شغل؟ انت بتشتغل يالا؟ انا منظم. منظم؟ قصدي يعني حضرتك منظم وقفات احتكاكية ومظاهرات يعني. نعمل ايه يا باشا بقى؟ نعمل ايه؟ اه ربنا قال كده. شغال ايه بالظبط يعني عشان افهم؟ يعني يا باشا زي ما تقول كده، انت عارف البلد، البلد لا مؤاخذة يعني ايه؟ بلد حالها واقف، لو من دول وصل لغايه البلعوم، فربنا رزقنا بقى موضوع المعتصمات والمظاهرات ديت عشان خاطر اللقمه نعض فيها. نعض فيها ولا ما نعضش يا باشا؟ نعض ولا ما نعضش؟ نعض ولا لا؟ انت يالا فهمني انت بتشتغل ايه بالظبط؟ هقول لك يا باشا، انت عارف العمال بتوع عمر افندي وبتوع المحلات الكبرى بتوع الغزل والفسيق دول لما يحبوا يبعبعوا بقى خلاص يجيبونا احنا عشان خاطر ننظمهم بقى في المعتصمات بتاعتهم ديت، ونرتبهم بقى كده القصير ورا والطويل قدام وكده. وكمان دمنهور الاهلي برضو، دمنهور الاهلي ساعات برضو بيجيبنا في الارترس وفي الحاجات ديت عشان خاطر ننظمهم وكده يعني. وياك ياك حد يتكلم ولا يفتح بقه ولا يكسر حاجه، كله بيكبرني ويخطرني في الموقف. اه بس يعني زي ما تقول حضرتك كده يا باشا، سايس. سايس؟ اه لا يا باشا، لا مش سايس التاني، سايس عربيات، ده سايس بني ادمين. اه ساعات كده اليوميه يعني يطلع لها في حدود 50 60 جنيه حسب ما ربنا يرزق يعني. بس انت عارف يا باشا انا مش عارف المظاهرات دي عملوها ليه، ولا حتى بيقولوا فيها ايه، بعد كله كلام غريب كده. انا مش مع العيال الراكش اللي هو بق ديت ابدا. لا طب بس 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 اركن لي انت بقى على جنب كده وراح شويه، استناني شويه. امرني كبير، امرني. وانت هلا اسمك ايه؟ كريم عبد العظيم، سنة رابعة حقوق. اه وطبعا يا كريم انت مالكش في الموضوع، انت كنت رايح عند الجامعة عشان تشرب عصير. اه ما احنا ناس مفترية، بنمسك الناس اللي ماشية في الشارع عادي كده ونسيب الناس اللي بتعمل شغب ومظاهرات، مش كده؟ لا يا فندم، انا دخلت المظاهرات وانا عارف انا بقول ايه وبعمل ايه كويس قوي. هو ده يا باشا، هو ده الواد يا باشا. الناس كانت مكبراني ومخطراني في المظاهرة يا باشا، محدش قدر يفتح بقه. الواد اول ما دخل المظاهرة يا باشا فرتكة فرتكة وهيج الدنيا. انا عايز اليوميه بتاعتك 50 جنيه. اه نزل ايدك يا عم الحاج انت. الله ولا اثبت الحق يا باشا، ولا اثبت الحق يا باشا. انت هلا ما تزعلش في المكتب، ما تتكلمش لما اقول لك. مرني كبير، انت فاهم ولا لا؟ مرني كبير. وانت بقى معترض عليا يا استاذ كريم؟ طب مش الاول تخلص دراستك وتتخرج وتتحمل مسؤوليه نفسك وبعد كده تبقى تتنيل تعترض وتعمل مظاهرات؟ لما الصهاينه ينزلوا ضرب في اهالينا في غزه وفلسطين واحنا بنحتفل معاهم بعيد الثوره، تبقى دي خيانه عظمى، ويبقى الدم خلاص بقى ميه، واحنا ليه ممكن نسكت على كده؟ انت ابوك بيشتغل ايه يا ابني؟ ابويا ميت. السلام عليكم. المهندس زهر عبد العظيم. نعم. لا الحقيقه بس انا كان اخويا كريم اتمسك في مظاهره قدام الجامعه ولفيت عليه في كل الفروع والاخر عرفت ان هو موجود هنا يعني. انا بس والله كنت عايز اطمن والدته عليه يعني. طب هات البطاقه واستنى بره. اتفضل. عبد الجليل، عبد الجليل، عبد الجليل، قول لي يا اخويا إلهي ما يشحطك وليا، إلهي بعد الشر بعد الشر يبتليك بنصيبه يا اخويا، بعد الشر بعد الشر. ابني عبد الجليل، عبد الجليل شعبان، هو طيب وغلبان، هو اللي شايلني، هو اللي بيأكلني وبيشربني وبيشيلني وبيوديني وبيجيبني. أشوف إلهي صورك، أشوف إلهي صورك، اسمه عبد الجليل شعبان. يا ستي وجعتي دماغنا، استنيه بره بقى. يا سيدي ما توجعك ولا تتفرق أنت واللي خلفوك، قول لأمك مستنياك بره، عايزة أطمن عليه، عايزة أحس إنه ابني. حرام عليكم المفتريين يا ظلمة، أنا حبيت على الرصيف، مش قايمة إلا لما أشوف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم يا رب من كل ذنب عظيم. حرم على شيخ حسن. حرم على جمعا إن شاء الله. احنا كنا عاوزينك في كلمتين يا شيخ حسن. تفضلوا. خير إن شاء الله. الشيخ عمران عبد الله بيبعت لك السلام وبيدعي لك ويقول لك ربنا يوفقك ويثبت خطاك دايما ان شاء الله. ان شاء الله. هو لسه في المعتقل؟ خارج قريب ان شاء الله. واحنا عايزين منك خدمه يا شيخ حسن. ان قضيتها ربنا سبحانه وتعالى هيكافئك اعظم مكافاه. خدمه ايه؟ قبل ما نقول لك خدمه ايه يا شيخ حسن، انت ايه رايك في اللي اقاموا علاقات وصلح مع اليهود الصهاينه؟ ومش بس كده، دول ايه؟ بياكلوا ويشربوا معاهم كمان. منافقين. ربنا سبحانه وتعالى توعد المنافقين بعذاب أليم. الله يفتح عليك يا شيخ حسن. هل تتصور يا اخي ان يوجد معبد يهودي في مصر بجوار مسجد وبيت من بيوت الله؟ ومش بس كده، دول بيشتغلوا في اصلاحه لغايه ما يبقى صرح ضخم كمان ومزار لله يعود من الدنيا كلها. قادر ربنا سبحانه وتعالى يحرقهم بجاز. ربنا قال اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. مش فاهم. الشيخ عمران قال لنا ان ربنا حباك بمنحه وموهبه لا يوجد لك مثيل في الدنيا ابدا. احنا يا شيخ حسن عايزينك تعمل لنا قنبله. قنبله؟ شوف يا شيخ انت وهو، انا من يوم ما خرجت من المعتقل وخلاص سبت الحكايه دي خالص، وكتبت ورقة على نفسي بكده، والورقة عهد. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وبقلبه وبلسانه. وهذا أضعف الإيمان. شوف يا شيخ، أنا ما أسهل عليا إن أعمل لكم القنبلة. عظيم. والأسهل إنكم ترموها وتفجروها. جميل. لكن إيه الصعب؟ الصعب في الحكاية دي اللي هيحصل من جراء تفجير القنبلة. إيه اللي هيحصل؟ إيه؟ هيروح فيها أطفال وشيوخ ونساء ومدنيين ومسلمين وغيرهم. هيروحوا شهداء أحياء عند ربهم يرزقون. شهداء؟ أي نعم. شوف يا شيخ، بلغوا عني السلام للشيخ عمران وقولوا له الشيخ حسن ساب الطريق ده تماما وما عندوش أي استعداد يرجع له تاني خالص. على إذنكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس يا أمّا مش كده يا أمّا. عبد الكريم، عبد الكريم يا أمّا لا تفضحينا يا أمّا. يا حبيب قلب أمك يا أخويا، وحشني وحشني يا أخويا. إزاي خرجتي يا أمّا؟ إزاي خرجتي؟ عملت لي السياحة يا أمّا. مرحبا بيك يا أخويا، عايز أطمن عليك. أخبار أفاك إيه؟ يا أمّا يعني ورمان شوية. شويه انا كمان عامله لك لقمه تسند بيها افاك. والله يا ماما ربنا مش عارف ارد جمالك ازاي يا ام الغوالي، بس معكيش سيجاره. لا معايا عقد. اي حاجه اي حاجه لحسن، الواحد خرمان على الاخر. يا ام انت يا جميله. يلا هات جنيه. جنيه ليه؟ حق العقد. صحيح الدنيا لمت ورقها، ما بقاش في خير حتى في الام. جرايه ياما. مش كده ياما. جرايه ياما. اخش فيك الحبس ياما. ياما قدام ياما. جرايه قدام ياما. نصف حساباتك في البيت ياما. انا ما صدقت خرجت ياما، مش عايز اروح تاني ياما. مبسوط من اللي انت عملته يا كريم؟ انا مش قايل لك يا اخي بلاش شغل السياسه ده خالص. عاجبك اللي انت عملته في ماما؟ انت مش متخيل حالتها عامله ايه دلوقتي؟ انتوا عايزين نعيش في الدنيا كده من غير راي ولا وجهه نظر ولا حتى حاجه مؤمن بيها؟ انا ما بقولكش كده، انا زيك ويمكن اكتر. انا بكره الصهاينه كره العمى. ما هو مفيش قدامنا غير المظاهرات يا زاهر. لا، في ان احنا نطور نفسنا يا اخي.
نتعلم احسن ونشتغل اكتر. الصراع في العالم كله دلوقتي بقى صراع تكنولوجيا، احنا عمالين نغني ونهتف وهم عمالين يطوروا في سلاحهم النووي وتجاربهم العلميه، واحنا قاعدين نتفرج عليهم. انت مثلا جايب جيد جدا 3 سنين ودي اخر سنه، لو ركزت في العلم وتفوقت فيه احسن 100 مره من اللي انت بتعمله. مصر محتاجه محامين ودكاتره ومهندسين، مش محتاجه شعارات. انت فكرت كويس يا جمال قبل ما تاخد القرار ده؟ ايوه. انت عارف تبعيات القرار ده ممكن توصل ليه؟ عارف يا فندم، مستعد لاي جزء، بس صدقني سعادتك خلاص مش قادر، وانا متحمل مسؤوليه قراري تماما. تقدر تستنى بعد الحفله؟ انا اسف يا فندم، ما اقدرش استنى دقيقه واحده. انا حجزت الطياره على مصر، وبعد ساعه لازم اكون في المطار. طيب طيب يا جمال، اللي تشوفه. اشوف وشك بخير. مع السلامه. ونتنياهو جاي الحفله كمان؟ ايوه، انا سالته في الحوار وهو قال لي انه لازم يحضر الحفله. جاي لوحده ولا هو ومراته؟ والله بقى حسب الظروف. ايوه. صباح الخير يا ناجي بيه. اهلا جمال بيه. اهلا اهلا. ازيك يا باشا؟ ايه ده؟ اول مره اشوفك مبتسم من اول ما جيت اسرائيل، انا كنت فاكر ان وشك كشر كده خلقه ربنا. أنا فعلا مبسوط جدا، وأرجو إن أنا ما أكونش أزعجتك الأيام اللي فاتت دي. يا راجل ما تقولش كده، عيب. اتفضل افتح الشقة. شقة إيه؟ أنا راجع مصر. الله، برضه مصمم؟ ما أقدرش أعمل غير اللي أنا مقتنع بيه يا ناجي بيه. على فكرة إحنا يمكن ما قعدناش مع بعض فترة كافية، لكن والله العظيم حضرتك دخلت قلبي جدا وحبيتك، ما أعرفش ليه، مع اننا مختلفين مع بعض في كل حاجه. يلا اشوف وشك بخير. انني يا خلة تتلي خاهت سعرات حشبونوت ادون كارلو سيديوت هحشبونوت تفار حمور ميوت أدون هلي فيه أني مدبر إدخاع أخشاف بأوفي برشمي بهيوتي كاتسين بشبارك وزي خوتي لأصف حمير مدعين على إيزي حشوت لبعام هاشنية أني متستعر أدون كرمي أفينو إم عنيان هو بيطحون إسرائيل؟ الجملة هاي احنا بنستخدمها عمال لبطال. أمن إسرائيل تفتح كل الأبواب المقفولة. أنت بتعرف إنه هذا الزلمة اللي عم تسأل عنه دبلوماسي وشغال في السفارة وكل أجهزة الأمن بتعرفه منيح وإله علاقات كلش كويسة مع الناس بإسرائيل؟ نحنا ليش بدنا نخلق مشاكل من لا شيء؟ أنت عارف إنه المستشار الإعلامي المصري قدم استقالته وترك السفارة من ساعة؟ وأنا إيش يهمني بهذا الكلام كله؟ تعرف ليش؟ لأنه بيكره إسرائيل، لأنه السلام المزعوم يلي ضحكوا علينا فيه مجرد وهم. كلهم هيك، كل المصريين هيك. أدون كرمي، أنت بتتهم ناجي عطا الله بأنه معادي لإسرائيل بس لأنه المستشار الإعلامي ساب السفارة ومشي، ولا لأنه ناجي عطا الله قرب من الناس وحبهم وحبوه؟ أدون هليفي، أنا بأدي واجبي وأنت لازم تساعدني. وأنا كمان بأدي واجبي أدون كرمي. يبقى نجيلك من فوق أدون هليفي. شوف حتوصلها لفين أدون كرمي. احنا طبعا هنقول إن جمال بيه في أجازة مرضية لغاية لما تشوف الوزارة هتقول إيه في مصر. أنت رأيك إيه يا ناجي بيه؟ والله يا سيادة السفير لو سمحت لي، يعني أنا رأيي غير كده. طب أنت شايف إيه؟ نقول الحقيقة، نقول اللي حصل بالظبط من غير سياسة ولا لف ولا دوران. الموقف اللي خده جمال عبد الناصر هو موقف ناس كتير جدا في مصر والعالم العربي، واللي عمله في الاتجاه ده طبيعي جدا
موقفه ده ممكن يحرجنا، خصوصا انه قبل الحفله بيوم واحد. سياده السفير، وزير الخارجيه بتاعنا ساب انور السادات في كامب ديفيد، ولا انا مش موافق، والمبادره اتعملت والحفله برضه هتتعمل. عموما انت هتكون القائم باعمال المستشار الاعلامي لحد ما يبعتوا لنا حد. انا تحت امر سعد. اهلا بحضراتكم معانا في الحالي. النهارده بنتناقش في قضيه اختلفت الاراء عليها بشكل كبير، وكان لها صدى في الشارع المصري بسبب الجدل الدائر عن هذه القضيه وهذه المواقف. زي ما حضراتكم بتشوفوا على الشاشه دلوقتي، في عدد كبير من الشباب يتظاهر ضد اقامه حفل لثوره يوليو في السفاره المصريه في تل ابيب. عاده هذه المناسبات الدبلوماسيه بيحضرها الحكومه الاسرائيليه وعناصر ورموز من الحكومه الاسرائيليه على اعلى مستوى ممكن. النهارده برحب بضيفي الاستاذ مصطفى كمال، وهو صحفي في جريده اليسار المصري. برحب بوجود حضرتك معنا في حال يوم يا فندم. ومعنا ايضا من مؤسسه صحفيه قوميه الاستاذ فهمي ممتاز، برحب بوجودك معنا في حال يوم. والمستشار الاعلامي السابق الذي ربما اثار كل هذا الجدل، المستشار الاعلامي السابق لسفارتنا في اسرائيل الاستاذ جمال عبد الناصر، برحب بوجودك معنا. الاستاذ جمال تقدم باستقالته وترك السفاره اعتراضا على اقامه هذا الحفل. في ملحوظه مهمه جدا، انه الحفل يقام الان واحنا بنتكلم مع حضراتكم في فندق دانيال في اسرائيل. استاذ مصطفى، عايز ابدا مع حضرتك، ازاي شايف الموقف الرسمي تجاه كل هذا الجدل الدائر؟ اولا في البدايه احب اقدم التحيه والتقدير والاحترام والتبجيل للاستاذ المناضل العظيم الاستاذ جمال عبد الناصر. الحقيقه اللي اثبت بالدليل القاطع دلوقتي انه بالفعل اسم على مسمى، وان القضيه لم تنتهي بعد، وان هذه الامه ذاخره دائما برجال مرفوع الراس والقامه والهامه. بس الموقف العجيب والكريه والحقير لبعض المصريين اللي للأسف قاعدين دلوقتي بيتكلموا وبيضحكوا وبياكلوا وبيشربوا مع السفاحين المجرمين، مجرم الحرب. ايه ده؟ ايه ده؟ لو سمحت يا استاذ مصطفى، ثانية واحدة. المصريين اللي أنت بتتهمهم بالخيانة دول بيقوموا بواجبهم على أكمل وجه. مفيش داعي إن احنا نلقي التهم جزافة. المصريين دول يا استاذ شريف مصريين شرفاء بيقوموا بعملهم دلوقتي، العمل اللي اقرته مصر بسياستها وحكومتها وصالح مصالحها العليا. ارجوك يا استاذ اديني فرصه اكمل كلامي، ارجوك ما تقاطعنيش. ارجوك انت حضرتك انتقي الفاظك. لو سمحت ما تقاطعنيش، انا هحرج كلامي. انا هحرج حضراتكم انتوا الاثنين رجائين، اولا انكم توجهوا كلامكم ليا، ثانيا ان احنا نهدى علشان نقدر نسمع بعض والمواقف تقدر تبان امام المشاهد والمتابع. استاذ جمال، سبت سفاره ليه؟ عرفت اسباب قرف جمال عبد الناصر في الحال يوم بعد الفاصل.
أنا بعرف أتكلم عبري كويس، بس علشان دي احتفالية بعيد ثورة يوليو أنا هتكلم عربي، وأعتقد إن كنتوا بتفهموا اللهجة المصرية كويس بالأفلام اللي بتشوفوها والأغاني اللي بتسمعوها. السفارة المصرية بترحب بحضراتكم وبتشكركم على حضوركم، والحقيقة أنا بعتذر لأن أنا قائم بعمل الملحق الإعلامي وهو مش موجود معانا. أنا ملحق إداري، وأنا يعني الحقيقة مش واخد على الوقفة هنا يعني، ولا بعرف في الخطب الجعلاصة دي والكلام الكبير. إنما في حاجة مهمة جدا لازم تعرفوها، لازم تعرفوها كويس، وأنا مصر على ده. حاجة مهمة جدا، مهمة جدا جدا جدا، ولازم تسمعوني كويس. أنا عمل لكم شوية فول بالقوطة تاكلوا صوابعكم وراها. يعني الأكلات مصرية، الأغنيات مصرية، والليلة ليلة مصرية، وأرجو إن كنتوا تنبسطوا معانا، وشكرا. ده يا راجل ايه؟ ده انت طلعت اعلامي كبير قوي. اعلام نعمه، انا ما كنت عارف انا بقول ايه. هما فهموا اي حاجه؟ اه طبعا فهموا. امال يعني كانوا بيسقفوا ليه؟ انا هما سقفوا لما قلت فول بالقوط بس. انا بعتبر موقف السيد المستشار الاعلامي موقف متخاذل منسحب، ما اقدرش اعتبره بطوله واحتفي بيه واعمل له تكريم في الوقت اللي فيه آخرين بيقوموا بواجبهم وبيعملوا لصالح مصر. لا معلش لو سمحت لي يا أستاذ فهمي، اللي عمله السيد جمال عبد الناصر موقف تاريخي لا يمكن أن يتنسي أبدا، وأنا شخصيا بطالب الشعب المصري والشعب العربي أنه يلتف حوالين هذا الرجل، الرجل اللي قال لأ في الوقت اللي كلنا بعنا فيه القضية. من فضلك يا أستاذ مصطفى ما تعممش، خليك دقيق في ألفاظك. أنت بتتهم بالخيانة ناس شرفاء بيقوموا بدور سياسي مهم. طيب اسمحوا لي، محتاجين نسمع الاستاذ جمال. الحقيقه انا مش عايز ادي الموضوع اكبر من حجمه. انا لا انا مناضل وبطل، ولا زمايلي اللي بيشتغلوا هناك خونه. كل المساله ان انا حسيت بموقف عملته، ما كنتش اقدر اعمل غيره. بمناسبه المواقف، كان ايه موقف الخارجيه وموقف السفاره؟ الحقيقه سياده السفير قدر موقفي، لكن الخارجيه لسه ما اتخذتش قرار. وانا ايا كان القرار، أنا بأكد لحضرتك إن أنا مسؤول عن قراري أيا كانت التبعات أو المسؤوليات. محتاجين نعرف أكتر، وبالتالي علينا إن احنا نحاول الاتصال بسعادة السفير المصري في تل أبيب. خليكم معنا. بالأحضان بالأحضان بالأحضان. سعادة السفير، في قناة فضائية مصرية عايز أسجل مع سعادة. خلي نجي عشان هو يجي بعد. حاضر. نجري، في قناة فضائية مصرية عايز أسجل مع سيادتك. بخصوص إيه؟ بخصوص موضوع جمال بيه والحفل. إيه؟ ألو؟ ألو؟ مساء الخير يا نجيب. إيه مع سيادتك مقدم برنامج الحياة اليوم، معاك شريف عامر. اهلا وسهلا بحضرتك وبضيوفك الكرام. ناجي بيه، الشارع المصري ملتهب جدا، رافض تماما لفكره اقامه حفله بتجمع ما بين المصريين والصهاينه والعنوان 23 يوليو، ده في نفس الوقت اللي بتتكرر فيه اعتداءات وحشيه اسرائيليه على الشعب الفلسطيني. شوف حضرتك، انا عايز ااكد على حاجه ومهم جدا للشعب المصري انه يعرفها. احنا احتفلنا بثوره 23 يوليو في قلب تل ابيب، والاعلام المصريه مرفوعه بترفرف، ده دليل على قوه مصر مش ضعفها. يعني انا بكلمك من وسط الحفل، يمكن صوت الاغاني الوطنيه واصله لكم. ده في ناس كمان عايزه تسمع شعبان عبد الرحيم. احنا هنا بنعمل اللي احنا عايزينه، احنا اخويا جدا، والاسرائيليين بيعملوا لنا الف حساب. لو سمحت لي يا استاذ شريف، ممكن اسال سياده المستشار سؤال؟ طيب بعد اذن حضرتك، معانا هنا الاستاذ مصطفى كمال من اليسار، من جريده اليسار، وكان عايز يسال حضرتك سؤال. لو سمحت يا استاذ ناجي، هل ستحضر السفاره المصريه الحفل السنوي الذي تقيمه اسرائيل والذي تسميه بعيد الاستقلال، في الوقت اللي هو اسمه في الحقيقه عيد النكبه
والاغتصاب لكل الأراضي الفلسطينية؟ احتفالات ايه؟ هما دول بيعرفوا يحتفلوا؟ دي احتفالاتهم كلها لطم وعياط على الناس بتوعهم اللي ماتوا في الحروب. شوف يا أستاذ، احنا ما جيناش هنا غير بعد ما الجيش بتاعنا ادهم على دماغهم في حرب أكتوبر، وأرجو رسالة تكون واصلة. لا 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 يمكن يا أستاذ ناجي، مع احترامي لحضرتك أنا لا يمكن أتفق مع حضرتك أبدا. بقى الشارع المصري بيغلي ومولع وأنتم تحتفلوا بتل أبيب. كان أدري أنا صفيتي في شماتي ماشي أمر ناجي عطلة بتلفزيها صريخ لهيوت تقفا ممسراتها حطس لتصريخ قم لقريش اتناجي عطلة من إسرائيل زوت هاشب الله هاشب الله لمدينات إسرائيل في قم لي عما أني بطوح أدوني للأسف هناك بيه شيش زي متخنين لدفاريم حمورين مقد فأنو حيافين لفتوح ميات اتقو شناجي عطلة